في هذه القرية إذا سمعت طرقات خفيفة على الأبواب وسمعت خلفها صوتا يرجوك أن تساعده، إياك أن تفتح الباب أو تختلس النظر إلى النافذة، لأنك سترى ميتا عزيزا عليك، فإذا فتحت له الباب أؤكد لك أنك سوف تندم. في مناطق عبر كارناتاكا في الهند ستجد كلمة ناليبا ومكتوبة على الأبواب والجدران منذ سنوات لمنع دخول أرواح شريرة إلى منازلهم، ويعتقد أن الأرواح الشريرة أو السحرة تتجول في الليل وتأخذ الأطفال. اعتاد الناس على الاعتقاد بأن ساحرة أو روح شريرة تتجول في المنازل وتنادي بأسماء الأشخاص، إذا أجاب الشخص يقال أنه يموت بسبب تقيؤ الدم، ويبدو أن الساحرة تتحدث بأصوات أقاربك حتى يتم خداعك لفتح الباب، إذا فتحته فسوف تموت. لذلك جاء السكان بفكرة ذكية، وهي كتابة ناليبا خارج أبواب وجدران منازلهم، لذلك عندما يقرأها الشبح ويعود ليأتي مرة أخرى في اليوم التالي ليتكرر الدورة هكذا. يعود تاريخ هذا إلى تسعينيات القرن العشرين، عندما خرجت الكلمة من ساحرة كانت تزور منازل عشوائية في القرية ليلا، تطرق الباب وتنادي الشخص الموجود بالداخل، ولجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام كانت تناديهم بصوت أقاربهم وخاصة أمهاتهم، ثم يفتح الشخص البريء والجاهل الباب ويموت خلال 24 ساعة القادمة. انتشرت هذه الأسطورة الحضارية كالنار في الهشيم، خاصة وأن المدينة لم تكن قد تلقت بعد اللمسات الأخيرة على صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي كانت ستحدث لها قريبا. كان الذعر هو الرد التالي للجماهير، حيث لم يكن لدى الناس أدنى فكرة عما يجب عليهم فعله، ناهيك عن التساؤل عما إذا كان هناك ذرة من الحقيقة في هذا الأمر. أطفال المدارس والثرثارون والصحف، كل منهم يحمل نفس القصة. يقول البعض إن هدف هذه الأشعة يستخدمها بعض المهربين الذين يجبرون الناس على البقاء في منازلهم واستكمال أعمالهم غير القانونية. ومع مرور الوقت اختفت القصة، وكذلك اختفت الساحرة نايلبا. ستظل تجد بعضا من تلك العلامات في بعض أجزاء بنغالور حتى اليوم. في الواقع في بعض الأماكن لا يزال حتى اليوم يتم الاحتفال بيوم 1 أبريل على أنه يوم نايلبا كيوم خاص للساحرات. هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم، نراكم في قصة جديدة إن شاء الله.